ليس الأميرات فحسب من يتم خطبتهن بخاتم ملفت للأنظار ويساوي آلاف الدولارات، بل النجمات أيضاً، فقد تمت خطبة ليندسي لوهان بخاتم مبهر. تعرفوا معنا على سعره. جميعنا يتذكر خاتم خطبة الأميرة ديانا، فربما يصبح خاتم ليندسي لوهان مثله لا ينسى. فقد تصدت مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة لأناقة وجمال خاتم خطبتها، حيث أعلنت النجمة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان خبر خطوبتها من رجل أعمال عربي يدعى بدر شماس في نوفمبر الماضي. واستحوذ خاتم خطوبتها على اهتمام المتابعين، ونشرت ليندسي صوراً برفقة حبيبها، واستعرضت خاتم الخطوبة الذي كشفت وسائل إعلام أنه من توقيع هاري وينستون. وقد قدر حجر الألماس المركزي في الخاتم بحوالي 6 قراريط، ووصل ثمن هذا الخاتم إلى ربع مليون دولار أمريكي. وكانت ليندسي لوهان قد بدأت مواعدة شماس مساعد نائب رئيس كريدي سويس لأكثر من عامين. وبدأت ليندسي لوهان حياتها المهنية وهي طفلة عارضة للأزياء قبل أن تظهر لأول مرة في أفلام الحركة من إنتاج شركة ديزني لعام 1998، وهي في سن 11. توقفت حياتها المهنية عام 2007 بسبب قيادتها تحت تأثير الكحول ولإعادة تأهيلها 3 مرات، واستأنفت مسيرتها عام 2008 بحلولها ضيفة في المسلسل التلفزيوني أغلي بيتي، كما لعبت دور البطولة عام 2009 في فيلم آلام العمل، كما ظهرت في فيلم أشيتي عام 2010. وكانت ليندسي لوهان قد أثارت الجدل بظهورها بالحجاب أكثر من مرة وتصريحاتها عن الإسلام، فاعتقد البعض أنها قد تعلن اعتناقها للإسلام، ولكنها فاجأت الجميع بخطبتها من شاب إماراتي يدعى بدر شماس.